بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء نرحب بكم في هذا الصباح، صباح الرموز، صباح الذهب، صباح اقوى الاشواط واعتاء المعارك. تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات في اغلى المهرجانات، مهرجان الملك عبد العزيز. كل الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وايضا ولي عهده الامين، وايضا الشكر لمعالي الشيخ فهد بن حثلين المشرف العام على مهرجان الملك عبد العزيز لنادي الابل. اذا متابعينا الكرام انطلق شو اللقاية المفتوح، شوط الرمز، اقوى الاشواط واعتاها من مسافة الخمسة كيلومترات. يا هل اركاب اللي لكم صيت وامجاد، طموحكم كسب الفخر والنواميس، كلنا محضر سابق فعلها ساد، مرشح على السبق في موعد الريس. من العوايد ماردة منتهى الماد، ما هو معودها وترجع مفاليس، تظهر ولا اما لو انشوطها زاد وتفرد وتخلي عن جميع العراميس. ميعادكم شوط به الملتقى زاد، مركاض منه اسس الدار تاسيس، عبد العزيز الفيصلي عرب الاجداد، حر حكمها بحد سيفه على العيس، وحضروها للسبق من ديار ابعاد. ناويين شوط الرمز ما هم عواسيس، اللي سرى واللي مع الفجر مداد، تحيز موله مبعد دين المراميس. اذا متابعينا الكرام انطلق شوط الرمز، الشوط المفتوح، مقدمة الاسماء والصدارة. ولا انسى صح لسان الشاعر قادي بن حمدان الشمري. اذا متابعينا الكرام مقدمة الاسماء، شاهين مع هجن العاصفة انطلقت مع صدارة الاسماء باندفاع وانطلاق شاهين. هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من ينطلق شاهين بمتابعة غياث الهلالي. ولكن من تسلل الآن إلى مقدمة الأسماء؟ تسلل هنا شعار عبد الله بن سعيد بن بطيء الفراج الاسبيعي مع ما شاء الله عليه. اي والله ما شاء الله عليه، وعلى ادائه الممتاز من انطلق الى صدارة الاسماء الى المقدمة ثالث التحديات. يا سلام، وصل هذا النجم المميز، وصل هذا النجم الممتاز، وصل نواف زين الاوصاف باحثا عن تحقيق أهداف في شوط لا وجود فيه للضعاف. وهذا نواف اللي من الكل يخاف بشعار صاحب السمو الملكي الامير تركيب محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود بقيادة ماجد بن حلفان. من يتابع هذا الانطلاق الممتاز، يتابع هذا الاسم المميز المرشح الاقوى والابرز من اجل الانتصار في هذا الشوط. ولكن ارد هنا من هذا الاسم الممتاز، وصل منادي والكل ينادي لهذا الرمز هنا بشعار محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري والقادم الان. وصل شعار صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود مع براق براق القادم مع ثالث التحديات. وصل فليح بن سوالم السدري العنزي، وصل متعب الرموز، وصل سلالة متعب السبعان، وصل صاحب رمز رماح. الله، يا هذه الشعارات، يا هذه الأسماء، 2 كيلومتر ما تفصلنا عن خط النهاية. وشاهين هجن العاصفة غياث الهلالي، افليح 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 مع ذان التحديات باحثا عن الفلاح وعن النجاح وتحقيق على الأرباح في هذا الصباح على أرضية ميدان رماح. تسلل 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 بالرموز عبد المجيد بن فليح السدري بالمتابعة. الله، يا متعب يا متعب يا متعب،
المرعب المرعب متعب مع فليح بن سوالم السدري العنزي انطلق مع مقدمة الأسماء. راح يا أبو عبد الإله مع متعب وانطلاقه الممتاز هجن العاصمة مع ثاني التحديات، والقادم نواف، نواف قادم مع ثالث الأسماء، ولكن أرى الوصول الممتاز هنا من وصل شعار حمد بن علي بن جابر البنا المري مع الأيتي، ولكن متعب متعب النص مليون الخمسمية ألف بالانتظار. يا متعب يا متعب يا متعب فليح بن سوالم السدري العنزي انطلق بانطلاقه الممتاز بانطلاقه المميز، وصلت هجن العاصفة مع ذان التحديات شاهين شاهين مع هجن العاصفة غياث الهلالي، ولكن متعب متعب مع الصدارة الأولى الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير الكيلومتر الكبير. ركز شوية أبو عبد الله، فليح بن سوالم السدري العنزي السدري السدري، تدري ولا ما تدري هذا السدري اللي يقول لسه بدري لسه بدري بانطلاقه الممتاز بانطلاقه المميز بهذا العنفوان بهذا الأداء بهذا التميز بالقوة والسطوة والهيمنة والنفوذ والإبداع والإمتاع والإقلاع. متعب الرموز متعب الرموز بدأ يستعرض مهاراته وإمكانياته القوية والمميزة. الله يا متعب الله يا فليح بن سوالم السدري العنزي، السلام 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 والتحية والاحترام ترشيع بو يزن اسناب القوة العاشرة مع متعب. سلام صاحب رمز رماح يضيف الرمز الثاني في سجلاته في إبداعاته في تميزه. سلام تحية واحترام، الرمز يبقى في المملكة العربية السعودية، يبقى مع السدري مع العنزي فليح بن سوالم السدري العنزي، والسلام إلى عبد المجيد بن فليح السدري العنزي. سلام سلام تحية 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 واحترام مع متعب الرموز. سلام على هذا الأداء الكبير والمستحق متعب مع فليح بن سوالم السدري العنزي من حسم مجريات هذا الشوط بالأداء الكبير والممتاز. نهان المراكز هجن العاصفة مع شاهين، وثالثا شاهين هجن العاصفة، ورابعا وصل زاهي سالم بن محمد بن سالم الجربوعي المري، وخامسا وصل نواف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. إذا تهانينا والنماس لمالك متعب فليح بن سويلم السدري العنزي من حسم مجريات هذا الشوط بالأداء الكبير والمميز والملفت للأنظار من خلال هذا الأداء الممتاز. متعب حاسما مجريات هذا الشوط ليحقق الرمز الثاني في سجلاته وإنجازاته بعد رمز رماح. تهانينا والنماس. كذلك نهني فالح بن حمود البلوي مالك إنجاز وإنجاز صاحبة الرموز التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسسة هج البحرين، ونهنيهم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. أشواطنا متواصلة مستمرة مع أشواط الذهب وأشواط الرموز في هذا المساء، متمني لجميع الإخوة المشاركين التوفيق والنجاح.